صباح الخير مجددا لكل المشاهدين وين ما كنتوا عم تحضرونا. حنوعدكم مع ايت سمارت، واليوم معنا رندا فهد، واليوم حضرت لنا شو فينا نسميهم رندا؟ بيض العيد. بيض العيد، شكل البيض مزبوط، بدل ما يكونوا بالشوكولا بنغير شكل نعملهم بالجرانولا اليوم، لانه بدنا نحكي عن جرانولا وشو هي الجرانولا وهل هي منيحه ام لا، هل هي بتضعف ام لا؟ لا، هل هي فيها سكر ام لا، هل هي صحيه ام لا. ولكن خبريتك والمسابقة اليوم عندنا رابحة ما رابحة 100%. اليوم عندنا رابحة اللي هي نجاة الأشقر. نجاة جاوبت على السؤال اللي بيقول أي في حديد أكثر، هل هو الكينوا أم الدخن؟ وجواب الصحيح هو الكينوا. نجاة فيها تتصل على مطابخ بيري لايت إذا بدها الجمعة تاخذ أكل صيامة، أو فيها تتصل وتاخذ أكلها لأسبوع الجاي، أكل عادي، أكل دايت، أكل عالي بروتين أو أكل ديتوكس اللي بدها إياه. صار في عندك هلا معمول دايت. مزبوط ما هيك؟ مزبوط 100%. ستيفاني كمان عندنا الكومبيتيشن الجديده، خلينا نبلش نقول لهم اياها للمشاهدين من اليوم يكونوا عم يحطوا اجوبتهم. والسؤال هو اي في فيتامين اي اكثر؟ هل هي عم نحكي بالفستق الحلبي اما الجوز؟ اذا وحده منهم فيها فيتامين اي اكثر، بتعرفي المكسرات فيها فيتامين اي لانها هي زيوت، فوحده منهم فيها فيتامين اي اكثر. بدكم تجاوبوا على الفيسبوك بيجز دي سي دي سي او بيري لايت هيلث سنتر او اكيد اكيد الام تي في. بنبلش بخبريتنا. خبريتنا اليوم العلاقه بالاوميجا 6، نحن كثير بنحكي على الاوميجا 3. وكان في حديث من فترات على الأوميجا 6. هلا الأوميجا 6 شو هن؟ الأوميجا 6 هن زيوت بولي انساتشوريتد اللي هي كثير منيحه، موجوده بالبذور اكثر شيء، موجوده بالحبوب بالبقوليات، فاذا هي موجوده بكثير من الاكلات النباتيه اللي نحن بناكلها. هلا مفروض انه هيدي تكون كثير صحيه، ولكن في دراسات بينت انه هي عم تزيد التهابات الجسم، فاذا نحن بنعرف انه هي صحيه مهمه للقلب، ولكن طلع دراسات بتقول انه هي بتزيد التهابات الجسم لانه هي بتتحول لنوع من الدهنيات اسمه اراكيدونيك اسيد اللي هو معروف كان انه بيزيد الالتهابات بالجسم، واذا زاد الالتهابات بالجسم هالشيء بياثر على القلب. ولكن بدراسة انعملت على أشخاص رجال فنلندية، هن بأعمار كانوا من أعمار الـ 35 سنة للـ 75، الدراسة كانت كتير مطولة على 25 سنة، وتقسموا هول الأشخاص لجروبات وشافوا أنه الجروب اللي هو عم ياخد أوميجا 6 اللي هو من خلال البذور، من خلال مثل ما قلنا البقوليات، من خلال حتى الحبوب اللي بناخدها من خلال الأكل مش السبليمنت، لا 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 أبدا، من خلال هول تبين أنه هن أكثر جروب اللي أخذ هو كان 43% حامي قلبه أكثر من الجروب اللي أخذ أقل شيء. فإذا هون رجعت هالدراسة بينت إنه لا، الأوميجا 6 هو عم يحمي القلب. فإذا نحن كان اللي عم يخاف إنه عم ياخذ كثير أوميجا 6 وأقل أوميجا 3، أنا اللي هون بدي وصله من وراء هالدراسة وكثير دراسات إنه فينا ناخذ من الاثنين 100%. الأوميجا 6 هو كثير منيح للجسم وفينا ناخذه وعم ناخذه من خلال مأكولاتنا النباتية اللي ذكرت عنها، والأوميجا 3 كمان كثير مهم وبدنا نكون عم ناخذه من خلال الزيوت اللي نحن صرنا بنعرف عنها. الجرانولا رح احكي اول شيء شو عامله هون. فانا هون عندي ريسيبي كثير كثير هينه. اول شيء عم حضر جرانولا بالبيت لانه هيدا بكون انا بكون ضامنه قديش حاطه فيها سكر، مثل ما قلنا انا بكون ضامنه شو فيها المواد اللي بدي اياها. بهالجرانولا اللي شايفينها هون اول شيء رح تشوفوا في كبايه من الشوفان، هيدا الشوفان بنقول له الرولد اوت، وبيكون معه مثل ما بنشوف هون الكينوا اللي انا سالقه. للكبايه هون رح يكون معي نص كبايه من الكينوا اللي هي عملتها بالوان مختلفه حتى يطلع كمان عندك شويه الوان بهي البيضه اللي نحن بدنا ناكلها. فاذا كوب من الشوفان، نص كوب من الكينوا، برجع هون حاطه فيها بذر، انواع من البذور، ما بعرف اذا الكاميرا رح تفرجينا يعني. فإذا شفنا الشوفان وشفنا هون الكينوا، بعدين عندي بذر اللقطين، عندي ربع كوب من بذر اللقطين، وعندي هون طبعا من الشيا سيد، عندي ملعقة كبيرة شيا سيد.
هلا هون رح يكون في شويه فانيلا، رشه فانيلا ورشه ملح فيها. بدي اطلع على اخر صحن اللي هو حاطه فيه 3 ملاعق من البينات بتر و3 ملاعق كبار من العسل. هلا كل شيء علينا نحن انه نمزجهم كلهم سوا، وبالاخر رح يطلع لنا هالمزيج هيدا. فانا بحطهم كلهم سوا بمزجهم بيطلع المزيج اللي نحن شايفينه. نحن هون فينا نكون عم نجيب قوالب متوفره كثير وبكثره بالاسواق اللي هي بعده اشكال. اليوم انا اخترت الشكل البيض لانه هيدا الموسم، ونحن هون فينا نكون او عم نضيفهم او نحن لنا كل يوم نكون عم ناخذ منهم بعد الظهر. كمان كل شيء علينا نعمله انه بهيدي القالب البيض هولي شكلهم اللي طلع عنا. فاذا هون اللي شايفينه شكل نص بيضه ونص بيضه، طبعا اذا حطيناهم سوا رح يطلعوا شكل بيضه كامله. فاذا هلا هيك بينوا اكثر. فهون نحن بنجيب حتى ما يلزقوا اكيد فينا نحط ورق من هول الوراق النايلون، وبنكون عم نشدهم كثير بقلب القالب وبنحطهم بالبراد. وقتها هن يكونوا عم يجمدوا نحن رح نكون عم نشيلهم، وهيدا الشكل اللي عندنا اياه. هيدي الجرانولا ايج انا عم بحكي هالبات اللي حكيت عنها بتعمل لي 24 من هول النص بيضه. فإذا كل وحدة منهم هول فيها 49 وحدة حرارية، يعني 49 قولي 50، يعني تقريبا البيضة الكاملة فيها 100 وحدة حرارية. فإذا نحن مع فنجان القهوة، فنجان الشاي، حلل المورينجا، هي فينا نكون عم ناخذ حبتين. وهون كمان كل نص حبة رح تأملني 1.67 جرام من البروتينات، كمان كمية لا بأس فيها بالبروتين، وبتأمن لي جرام واحد من الألياف. يعني أنا وقت أكل بيضة كاملة بكون عم باخذ كمان جرامين من الألياف. فإذا هون عم نحكي غيرنا شكل عن الشوكولا وأكلنا شيء كمان بشبع. تعرفيني أنا أبدا ماني ضد الشوكولا، مشان هيك ما قلت أحسن ولا قلت هاي، بس قلت هون تغيير شكل مزبوط وبشبع أكثر. يعني واحد في حتسى سناك. على كل حال إذا كمان سألت هل فينا نعملها ترويقة، أكيد فينا نعمل، فينا ناخد ساعتها 3 نصاص من اللي أنا حطتهم ونعملهم كترويقة. هولي الجرانولا اللي نحن بنعملهم، الجرانولا اللي بالاسواق يلي بناخذهم نعم بالاكياس نعم. وبنستعملهم كدايت مزبوط، لانه او هيلثي فود اذا فينا نقول 100%. هل فيهم سكر؟ هل هن منيح؟ اتسترا. اوكي بدنا معلومات اكيد. فنحن وقت نقول جرانولا يعني شو هي فكره الجرانولا؟ فكره الجرانولا انه فيها شوفان. فكرة الجرانولا أنه فيها حبوب متنوعة. يعني اليوم أنا حطيت كينوا، فيكون فيها الملت دخن، فيكون فيها رز حبوب الرز، فيكون فيها حيالله نوع من حبوب القمح، طبعا حبوب الذرة. فإذا هي خليط من الحبوب، وبالإجمال هي بتتضمن كمان شوفان مع هيدول الحبوب. صح. اللي هو أكيد نوع منهم. بتتضمن كمان البذور، مشان هيك نحن حطينا نوعين من البذور هون. صح. بذر لقطين، بذر أشياء. كمان رح تتضمن معروف انه تتضمن مكسرات. فاذا هون اوقات بنحط لها لوز، اوقات بندق، اوقات حسب النوع. وكمان هون تتضمن الزيوت، فاذا هي كمان فيها تتضمن زيوت اذا نحن عم ناخذها مش بالكيس، عم ناخذها كبار حتى يلزقوهم سوا. وكمان فيها تتضمن الفواكه المجففه، وفيها تتضمن كثير فواكه مجففه ليكونوا عم يحلوها. وكمان مثل ما قلتي فيها تتضمن كثير من السكر. هلا نوع السكر في ما ينحط سكر عادي، في ينحط سكر ككورن سيرب، في ينحط سكر باسم ثاني، يمكن ينحط عندنا براون رايس سيرب. فاذا حيالله نوع من السيرب هن موجود فيها. هاد الخوف هون بشو؟ مثل ما قلنا انه كثير اكثر السكر اللي فيها. فنحن في عندنا انواع من الجرانولا اللي هو الكبايه فيها، لنقول بدي احكي على الوحدات الحراريه بتصير توصل ل 300 وحده حراريه، وعندنا نوع من الجرانولا اللي بنشوفه بالسوق الكوب الواحد فيه يوصل ل 600 وحده حراريه. اوف ايه. فاذا هل انا عم باخذ الجرانولا لكون عم بضعف؟ جواب بالحالتين هو لا، لانه اذا بتلاحظي كوب الجرانولا بيحتوي على وحدات حراريه اكثر من كوب اللي هو مثل مثلا حبوب الترويقه العاديه اللي نحن بناخذها.
ولكن مثل ما بنشوف انه كمان الجرانولا فيها تتضمن مثل ما نحن عاملين صحيه تكون اكثر من ناحيه وبتشبع اكثر، فاذا غير عن حبوب الترويقه فيها تشبع اكثر تكون صحيه. هلا شو الريكومنديشن؟ انا عم بعمل رجيم وبدي اكل شيء فيه بروتين وبدي اكل شيء بشبعني وشيء صحي، قديش المطلوب اني اكل جرانولا اذا انا عندي جرانولا بالبيت؟ هي الحصه تبعه اللي هو ربع كوب. لكن مقارنة بكوب من حبوب الترويقة العادية هو ربع كوب من الجرانولا، فهون الأشخاص اللي هن بياخذوا الجرانولا مع اللبن يمكن تنتبهوا لهالشيء، إنه حتى بالمحلات اللي هن محطوطين لبن وفوق جرانولا رح تلاحظوا حجم الجرانولا هو شوي. طبقة واحدة، هيدي الطبقة هي بالنتيجة ربع كوب الكمية اللي هي لازم كحصة. هلا اكيد في واحد ياخذ حصتين، يعني يمكن بيتروق حصه بقول انا بدي اكل سناك وبعدين عندي غدا، في يقول ما راح اكل سناك وباخذ حصتين، ما باخذ ربع كوب باخذ نص كوب، ولكن بتلاحظي ستيفاني عن جد اكثر من نص كوب ما في الانسان ياخذ منها، هي بتشبع ودسمه. فهيدي الفكره اللي حبيت العالم يعرفوها، حتى بالبارز اللي انتم بتشتروا على الجرانولا بار معقول كثير يحتوي السكر، يعني هون في اوقات واحد يكون عم ياخده كمغذي اكثر او كشيء عم باخده انا بدال الشوكولا. اللي بدي لكم اياه انه اوكي انا في اخده كمثل ما قلنا تغيير شكل، ولكن في يكون حتى بوقتها قد ما هو في سكر ما رح يكون عم يغذي اكثر ابدا. هو يمكن هين الواحد يحط بجزدينه الجرانولا بار وياخذ اذا حس بالجوع او ككولاسيون 100%، فساعتها فيكم ياخذه فيكم هو سريع، ولكن بده ينتبه واحد قديش عم ياخذ منه. وكثير اوقات الجرانولا بارز بالسوق معمولين مثل ما انا كمان عملت، هن قسمين، انا عامله القسمين بحطهم سوا، الجرانولا بارز كمان فيهم يكونوا اثنين بارز وينحطوا سوا، فبننتبه نحن وعم نقرا الليبلز انه مثلا اذا حطونا بالبار كم كالوري فيه هو بالبار او اذا بدي اعرف قد ايه بروتين او الياف الى اخره. اوكي بعد شغله هون حبيت بيها من ضمن حلقتي احكي عنها، كنت حابه احكي على الفرق بين الكينوا والشوفان. هلا بالكينوا والشوفان اللي بدي تعرفوه انه الكينوا هي بتحتوي على بروتين اكثر من الشوفان بشوي، بس مش لانه اكثر، هي بتحتوي على بروتين كامل، بينما الشوفان بيحتوي على بروتينات لكن هو ناقصه الامينو اسيد اللايسين. فاذا الكينوا فيها بروتينات كامله، هيدا ادفانتج بيجي بالكينوا. ولكن كمان اللي بدي اقوله كمان الكينوا بتحتوي على الياف شوي صغيره اكثر، اثنيناتهم الكينوا والشوفان بيحتوي على الياف، ولكن الكينوا بتحتوي الياف اكثر، بس اللي بده يفاجئ الجمهور انه الكينوا بتحتوي على نشويات اكثر من الشوفان، فاذا الكينوا هي منا بس بروتين مثل ما العالم بتفكر، هو البروتين كميه البروتين موجوده فيها اكثر من بروتين كامل، بروتين كامل هي هاي الفكره، بينما هي فيها بروتين كميه لا باس بها، ولكن الاكثر هي نشويات. فهون واحد بده ينتبه اذا هو عم يعد وينتبه للنشويات بده يكون عم يعدها كمان من ضمن فئه النشويات ليعرف هو قديش بده ياخذ خلال النهار. لكن لازم ما نستهون بالجرانولا، مش ناخذ كبايه وكبايتين وبدل العشاء اتسترا، ربع كوب بس الدوز مع اللبن، مع اللبن دوز مرتب فيكون فيري نايس سناك لنا، او ساعتها بدي اخده كبار كون عم باخده، او ساعتها بدي اكون عم بعمل كثير كثير هين مثل البيض اللي انا عملتهم واشرب حليب حدهم، منه غلط ابدا. ثانك يو رندا، هلا بنشوفك بكره ان الله راد. مشاهدينا وقفه بنتابع لايف.